وتعليقا على هذا الخبر، ينضم إلينا من طوكيو دكتور طلعت سلامة، الباحث في الشأن الآسيوي. دكتور طلعت، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. هل الذهاب إلى أن هذه القمة، قمة كامب ديفيد، تؤسس أو ترسخ لناتو شرق آسيوي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ هو مبالغة دكتور طلعت، أم تتفق مع ذلك؟ مرحبا بكم وسهلا الانضمام اليكم من طوكيو. واسمحوا لي، تاتي قمه كامب ديفيد في ظل الاجواء والتطورات الجيوسياسيه في المنطقه الاسيويه بل وفي العالم اجمع، ونحن الان في انقسام للعالم بسبب النزاعات السياسيه في المرحله الماضيه، حيث انقسم العالم الى قسمين، القسم الاول مؤيد ومحالف الولايات المتحده الامريكيه، والقسم الاخر مع في معسكر الصين وروسيا. تاتي قمه كامب ديفيد تتويجا لهذه التغييرات الجيوسياسيه في المنطقه، واصبحنا في حاجه الى عراب جديد ليتدخل لنزع فتيل الازمه من العالم اجمع لحل تلك المشاكل العسكريه والتي تهدد العالم بحرب عالميه جديده. اليوم يذهب فوميو كاشيدا الى الولايات المتحده الامريكيه، وفي حقيبته العديد من الملفات التي يتمنى الوصول اليها الى حلول، منها الحلول الامنيه والتي تواجه اليابان من اخطار كما ينظر اليها، اخطار الحروب التي قد تنشا من الصين والاعتداءات من الصين ومن كوريا الشماليه والتهديدات الصاروخيه سواء كانت باليستيه او نوويه في المرحله الماضيه، وربما تحدث في اثناء انعقاد القمه ايضا اطلاقات صاروخيه او باليستيه من كوريا الشماليه تزامنا مع هذه القمه. فوميو كاشيدا ينتظر في لقاء القمه بعد ان الحديث عن التعاون الامني الوثيق والمناورات العسكريه التي ستجري بين الدول الثلاث، وربما تبدا يوم 21 في هذا الشهر الجاري بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية إلى يوم 31 من هذا الشهر الجاري. نعم دكتور طلعت، أنت أوضحت أهمية هذه القمة بالنسبة لليابان، لكن لم تجب على سؤالي بشأن ما تقوله الصين بأن هذه القمة تؤسس أو ترسخ لناتو جديد شرق أسيوي في هذه المنطقة. بالطبع يا سيدتي، أن هذه القمة وسبقتها لقاءات عديدة بين الولايات المتحده الامريكيه وبين كوريا الجنوبيه وبين اليابان، وتم التوقيع على اتفاقيات عسكريه فيما بين الدول الثلاثه، والتي من المتوقع ان تكون هي مسار لقاء القمه القادم في كامب ديفيد في اليومين الماضيين، والتي تؤكد على قيام حلف نيتو اسيوي جديد مع الولايات المتحده الامريكيه، ولن تنضم له اليابان وحدها او كوريا الجنوبيه وحدها، ولكن ستنضم له ايضا مجموعه الاسيان والفلبين، مما ينذر باخطار محدقه بالمنطقه. نحن في حاجه الى حلول سياسيه ودبلوماسيه، ولكن هناك رغبه حقيقيه في اشتعال الازمه وعدم التدخل في حلول سلميه في هذه المرحله. يبدو ان هناك اجهزه مخابراتيه تعمل وراء ازكاء الازمه وارتفاع وتيرتها في هذه الاونه بدلا من اللجوء الى الحلول السلميه. ودعيني اخبرك ان يون سوك الذي اقتصر في جنازه والده على ان تكون مجرد جنازه عائليه، نعم شكرا، للحاق بالقمه في كامب ديفيد. نعم شكرا ضيفنا من طوكيو دكتور طلعت سلامه، الباحث في الشان الاسيوي، شكرا جزيلا لك دكتور طلعت على هذه المعلومات.